ومع بداية الانتاج من حقل ظهر اليوم السابع نقلت تصريحات وزير البترول طارق الملا اللي قال فيها بأن حقل ظهر بيوفر 60 مليون دولار شهريا، وكمان قال أنه من المتوقع أن يصل قيمة هذا الوفر المحقق من انتاج الغاز الطبيعي من الحقل عقب اكتمال الانتاج لحوالي 2 مليار دولار سنويا.